أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انطلاق مؤتمر التعليم بين الواقع والطموحات حول مدارس المتفوقين في مصر. افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم المؤتمر الخاص بنظام التعليم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذي تنظمه الوزارة على مدار يومين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتضمن تسليط الضوء على النموذج المصري للنظام بمدارس التعليم STEM في مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كافية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي هذه المدارس لتنمية وازدهار المجتمع المصري وتحقيق رؤية مصر 2030. الدولة المصرية والقيادة السياسية مهتمة جدا بمبتكرين والنابغين، فكان حرصا منها التوسع في هذه النوعية من المدارس. خريجين هذه المدارس الحقيقة موجودين في الجامعات، واللي اتخرج ومحتل وظائف كبيرة جدا، ولادنا على مستوى الدولي بياخدوا جوائز على مستوى العالم، جوائز كبيرة جدا. فالحقيقة ده النقطة المهمة اللي عشان كده النهاردة شاركنا عدد من السادة الوزراء، لأن التكامل ما بين الوزارات مهم جدا. واحنا في الخطه الاستراتيجيه بتاعتنا واحد من بناء يعني الاهتمام بالابتكار والمبتكرين والنابغين، وزي ما انت شفت مع التعليم العالي وقعنا البروتوكول التعاون النهارده مع صندوق المبتكرين والنابغين علشان يرعى اولادنا ومشاريعهم وتبقى حاضنات للابتكار. فده الحقيقه واحد من الاجزاء المهمه جدا. احنا عندنا السنه دي في التعليم الجامعي التحق في منظومه التعليم الجامعي ما يقارب 2000 طالب أو 1800 وحاجة، 1094 منهم في علم علوم أو في المجال العلمي، وفي مجال الرياضيات تقريباً 708 طالب. It's a real pleasure to be with you all today. Thank you very much. يسعدني أن أتواجد معكم اليوم، ونحن كحكومة أمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نستثمر في مجال الابتكار والعلوم. لقد استثمرنا 55 مليون دولار في مجال البحث وفي مجال التعليم في العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار. نحن نهتم بشكل عميق وخالص بمستقبل مصر، وهناك فرص كثيرة متاحة لدعم مصر والشعب المصري. وأيضا ندعم هذا العام تين إيجيبت في المعرض الدولي للتكنولوجيا والهندسة في لوس أنجلوس، وهذه فرصة أخرى لدعم مصر ولدعم الشباب والشابات في مصر للحصول على جوائز وإحراز الجوائز قيمتها 9 مليون دولار. مدارس تين تعتبر مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا. اللي أنتوا شايفينه دلوقتي النهاردة يعتبر نموذج مصغر للي بيحصل في كل المدارس عندنا. احنا عندنا على مستوى الجمهورية عندنا 21 مدرسة على مستوى الجمهورية في 18 محافظة تقريبا، وممثلين النهاردة ب 22 مشروع. احنا عندنا عدد طلابنا على مستوى الجمهورية اكتر من 5000 طالب، فيعتبر عندنا اكتر من 5000 مشروع بنفس المستوى اللي ما شاء الله اللي شفناه دول، ومشاريع متنوعة مرتبطة بمجالات كتيرة، مجالات طبية، مجالات هندسية، مجالات تعليمية، مجالات AI تكنولوجي. الشغل بتاعنا هنا دايما بيعتمد على ربط المناهج بالتحديات العظمى اللي بتقابل بلادنا، سواء تحديات مرتبطة بالطاقة، مرتبطة بمشاكل التلوث، مشاكل طبية، مشاكل التصحر و جاي النهاردة مع مشروع عصفوري. عصفوري باختصار شديد روبوت هينقل الفكرة بتاعت المستشفيات والعيادات لحتة تانية خالص. الروبوت ده باختصار شديد عبارة عن مجموعة من السنسرز متجمعة في بعضها، تمام، هتبقى موجودة في بيت كل واحد عشان تعمل قياسات تتعلق مثلا بداية في النسخة الأولية بالوزن والطول وضربات القلب، عشان تقدر بعدين تظبط من لياقة المستخدم وتوفر له خطة تغذية مناسبة ليه. احنا تيم نستم عادي، البروجكت بتاعنا عن هو اسمه جايد جيز. احنا بنتكلم عن الـ ADHD student، هم نسبتهم عالية في المدارس اللي ومع ذلك فهم النسب المساعدة بتاعتهم محدودة زي الشادو تيتشر. الشادو تيتشر بيكون مدرس قاعد مع الطالب في الفصل، جوست مهمته ان هو بيكون مركز مع الطالب ده، هو فاهم الجزء ده ولا لا، مركز مع مدرس الفصل ولا لا، وهكذا. احنا اول حاجه فكره البروجكت بتاعتنا ان احنا نستخدم مورس باند، مورس كود او شفره مورس، علشان تكون طريقه للتواصل للناس اللي في المجتمع
المجتمع ويعرفوا يطبقوا حياتهم ويكملوا حياتهم عادي. مشروعنا باختصار هو ان احنا بنصمم ابلكيشن موبايل بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعمل ايدنتيفيكيشن او ان احنا نشخص المرضى الديسلكسيا ونبدا ان احنا نعمل لهم بيرسونلايز ايدكيشن بلان، ان احنا نعمل لهم برنامج تعليم مخصص لكل يوزر. احنا عارفين ان في نسبه كبيره قوي في مصر بتعاني من الضعف في السمع، وده بيأثر ان هم كمان مش بيعرفوا يتكلموا، فهم ديف ودم بيبل، فاحنا السيستم بتاعنا بيحاول ان هم يخليهم يقدروا ان هم يعملوا تواصل مع اي نورمال بيبل، لان مش كل الناس بتعرف الساين لانجوج. فده بيتم ازاي؟ عندنا بيكون في تو ستيجز. الستيج الاولى ان انا بحاول كانسان عنده مشكله في السمع ان هو يتواصل مع انسان نورمال، فبقدر اقدمه له هو الساين لانجوج بتاعتي. الكاميرا بتاعتي بتقدر تلقط الساين لانجوج دي وبتحولها لي لصوت علشان الانسان الطبيعي يقدر يفهمها.